مرحبا. ونلتقي مرة أخرى في جلسة تدريب مهارات الحياة من برنامج دوائر مقدمة من مجموعة Out and About لتطوير المجتمع، اللي هدفها إنها تبني مجتمع مبني على قيم موحدة عالمية اللي هي المحبة، السلام، التقبل والتسامح والعطاء، ونشر فكرة المواطن العالمي اللي هو إنه الإنسان يعامل الإنسان على أساس إنه إنسان. بجلستنا المرة الماضية وين وصلنا؟ حكينا عن الأوبشن. ممتاز. طيب مستر رامي، يسلموا الايدين، صحتين وعافية. اوكي، عبال ما نستقر شوية. تمام، اللي حابب ورقة وقلم، هاي في ورقة وقلم هون. عزيز اللي مش جايب معه نوت بوك وقلم، هاي في ضل اوراق واقلام. بجلسات مهارات الحياة بنتبع نماذج. مين النموذجين بشكل رئيس؟ هم نموذجين اللي بنستخدمهم. نستخدم نموذج دجرو. الجرو اللي هو مكون من كلمات، استقرينا من كلمات الجي جول اللي هو الهدف، ار رياليتي اللي هو الواقع تبعنا. فبالتالي الفرق بين الهدف بدنا نوصله والواقع تبعنا اليوم. بعدين بنروح على الاو اللي هم اصلا معمولين على اساس انه obstacles و options، يعني العوائق اللي بطريقنا للهدف تبعنا، وايش هم الخيارات الـ options عشان نتخطى هاي العوائق. هذه الاو وضفنا لها او فوقانية اللي قلنا او صارت options للهدف الرئيسي. كيف تحريك ايدي منيح هيك؟ صح. هاي هاي تاي تشي هاي. فبالتالي الاو تبعت الاوبشنز، كيف نوصل، ايش الخيارات الرئيسيه قدامنا عشان نوصل لهدفنا، العوائق اللي مختصه باوبشن معين، وبعدين الاوبشنز اللي كيف نتخطى هاي العوائق. بضل اخر حرف شو هو؟ الدبليو، واللي هو واي فورورد. واي فورورد هو خطة العمل، كيف امشي هلا بالخطة اللي حطيتها. اوكي، وبالتالي خطوات العمل اللي بدي اعملها بناء على الخطوات اللي انا حطيتها من قبل، او على الخيارات والعوائق اللي حطيناها من قبل. طيب، هذا النموذج عم بنطبقه بشكل مكرر على نموذج تاني اللي هو عجلة الحياة. عجلة الحياة المكونة من 8 مناطق رئيسية: المال، الشغل، العمل، الصحة، الأصدقاء والعائلة، التطوير الروحاني والذاتي، العلاقات الحميمية والرومانسية، الترفيه، والبيئة المحيطة. أوكي؟ عم نمسك الجرو بكل محل وبنطبقه على كل منطقة من هاي المناطق عشان نفهم عملية التطبيق وكيف التغييرات البسيطة اللي بتتم بتطبيق الجرو، وشو معنات هدف بهاي المنطقة، وكيف طريقة صياغته بتختلف من منطقة لمنطقة، كيف أصيغ الرياليتي الواقع تبعي باختلاف الهدف وباختلاف المنطقة. هذا اللي بنتحدث فيه بشكل عام. وبالتالي وصلنا زي ما انتو حكيتوا المرة الماضية، احنا عم نحكي هلأ بمنطقة العمل، خلصنا منطقة المال وهلأ عم نحكي بمنطقة العمل. بمنطقة العمل، وبرضه اللي معانا لأول مرة أنا وبحكي ممكن يبلشوا يكتبوا، حطينا الهدف تبعنا،
ونحط الهدف بمنطقة العمل سمينا له عناصر طريقة الصياغة. وهي الحقيقة العناصر اخترعنا احنا هون اخترعنا بالجلسة. اوكي بيئة العمل دوري بالعمل كيف بحبه طبيعة العمل القطاع اللي بحب اشتغل فيه البوزيشن تبعي. اوكي فكل هاي عناصر تنحط بالصياغة تبعت انا شو بدي، لانه عجلة الحياة عم بتقولنا قديش انا راضي عن هاي المنطقة بحياتي من 0 لـ10. اوكي فلو انا راضي 6 من 10 هاي الرياليتي تبعتي كرقم بسموه وصفت. اوكي بعدين بقول طيب انا شو هدفي الجول تبعي بالعمل، هدفي اني اوصل اسير مانجر، هدفي اني اشتغل بشركة يكون طبيعة العمل فيها ما فيش دوام رسمي، الساعات فليكسبل، يكون فيلد اكتر ومش بالمكتب، اتسترا اتسترا، طبيعة الدور تبعي. فانا بوصفها باللي انا بدي اياه عشان اقول لحالي اني انا راضي 10 من 10. فهو السؤال شو بخليني اقول انه راضي 10 من 10، شو بحب اشوف بالعمل عشان اقول اني راضي 10 من 10، بيطلع هذا الهدف تبعي اللي بدي اوصل له. اوكي وهذا اللي صغناه المرة الماضية. بننزل على الرياليتي. الرياليتي بنوصفها بنفس الوصف اللي وصفنا فيه الهدف. يعني لو انا قلت انه انا بدي اصير مانجر، فريالتي تبعتي معناته ايش البوزيشن تبعي اليوم. اذا انا وصفت طبيعة العمل اني بحبها تكون open environment ودوام flexible، معناته شو طبيعة الدوام وساعاته اليوم اللي انا عم بشتغلها، وشو طبيعة الانفايرومنت اللي انا فيها اليوم. اوكي بالضبط. هلا يعني انا ممكن اعمل لهم جدول مثلا، يعني زي مقارنه انا ايش هلا بالضبط وايش راح او ايش بدي اياه بالضبط 100%. بس هلا هاي الاشياء لما انا اشوف اكثر من شغله راح تخلي انه مثلا عقلي لحاله انه اوف هي كثير اشياء وكثير شغل. ليش؟ لانه انا مش عم بقارن مثلا بجمله معينه انه انا مثلا هلا بعدين بدي. صح ولا لا؟ صح 100%. وبالتالي بيوتيفل ما بمسكهم كلهم لقمة واحدة. اوكي لو لقينا العناصر العمل اللي عشان اوصل لعشرة من عشرة كتار العناصر اللي انا بدي اياها، رأسا بنسأل السؤال انا وين بدي ابلش بأي وحدة فيهم. اوكي للهدف، لعناصر الهدف، مش من اللي هلا عندي، لعناصر الهدف. بشوف وين اشي من عناصر الهدف ابلش فيه اذا العناصر كتار تبعت الهدف. اوكي وهي حصلت معي بسيشن قريبه فعلا، عم بنحط عناصر للهدف تبعنا وحطينا الهدف تبعنا ولقينا له اكثر من عنصر، ولما شفنا انه في اكثر من عنصر للهدف تبعنا باي عنصر حابين نبلش. وما كنا بنشتغل عمل، كنا بنشتغل على فكرة شغلة تانية، علاقات رومانسية كنا بنشتغل. اوكي لانه نفس الشيء حطينا الهدف بالعلاقة الرومانسية ولقينا لها اكثر من عنصر، بحب يكون فيها 1، بحب يكون فيها 2، بحب يكون فيها 3. طب وين نبلش؟ ما بنقدر نشتغلهم كلهم هدول مع بعض، على اي وحدة بالهدف. هذا غير الاولويات تبعت الاوبشنز. بس هون سؤالك كتير مهم، لانه مرات فعلا بهمنا نحط عمليه شغلنا على الهدف من وين بدها تبلش مرات. اوكي لما يكون عناصره متعدده للهدف. وصلت؟ لانه كتير مهم السؤال، كتير كتير مهم، لانه مرات بناخذ الهدف كلقمه واحده، هذا هدفي اللي بدي اوصله كانه كلمه واحده. مرات بيكون الهدف متعدد الجهات او متعدد ال زي المكعب. اوكي متعدد الوجوه. شكرا. يعني لما بشوف حد قد كبير يعني احيانا بصير بقى شو انا بدي اقعد
بالظبط 100%. كان وي بريك داون الهدف. ممكن نعمله بريك، هذا هو اللي بنحكي عنه هلا، البريك داون بالعناصر. في بريك داون ثاني وهو هذا الاشهر بعمليه التوقيت، يعني اذا انا حاطط هدف مثلا بدي احققه بعد 12 شهر فبقوم بجزئه لاشهره، انه خلال هذا الشهر بدي اعمل هالقد والشهر الثاني اعمل هالقد والشهر الثالث اعمل هالقد للإشي الواحد، للعنصر الواحد، لو العنصر طويل الامد او العنصر كبير وتوقيته الزمني طويل. اوكي، فبالتالي بجزئه حسب التايم لاين. بس اللي بنحكي عنه إشي ثاني، تجزئة العناصر تبعته. اذا العنصر كبير مثلا بيئه العمل اذا بدنا نحكي فيها، انه مثلا علاقه الزملاء مع بعض كعائله، انه يكون open space كبير كثير هذا. اوكي، انه الدوام يكون ساعات العمل flexible، انا 8 ساعات انا انقيهم. اوكي، امتى 8 ساعات بدي اشتغلهم؟ لما الاقي الهدف في دوام وفي open space وفي ايش قلنا الاولى، انه الزملاء كعائله، هل بقدر اشتغل عليهم كلهم مره واحده؟ فبالتالي بستخدم واحده منهم وبلش اشتغل عليها، وهذا تجزيء الهدف اذا كان عناصره او وجوهه متعدده. اوكي، في اي سؤال لهون؟ هلا احنا المره الماضيه حكينا بالاوبشنز، قلنا اخذنا مثل صغير وقلنا انا بدي اصير مانجر، صح؟ وعددنا له من حوالي 10 او 12 اوبشن طلع معانا، صح؟ اوكي 12. مين حدا فيكم بتذكر من ال 12 شيء؟ مستنى ليتوفى اول شيء. اوكي، يروح المدير العزايم اعمل شيء كرييتيف وانا اشتغل عليه. نتوركينج العزايم ورك توب مانجمنت. ايش التعبير؟ بقول هذا اللي تذكروا، النتوركينج والجيم. وانا ادور على شيء كنت احبه البوزيشن انا بدي اياه. بالضبط، اللي كثير مهم هون نتذكره هو وحده من البرامج اللي بعقلنا موجوده اليوم واللي مهم نكسرها، ودائما بنعيد بهذا الموضوع. لما بدي اوصل لهدف دائما عقلي يا بنتجش ولا اشي وبقول ما عنديش حلول، وهذا اسهل اشي على العقل يحكيه انه انا مسكر قدامي وفيش حكي فاضي الشغل على هذا الموضوع، او ما عنديش الا خيار واحد ادور على شغل تاني خلاص. جربت كل الخيارات وما هذا كاست الشاي. اوكي، او ما فيش يا بضرب المدير يا بستقيل، ما فيش عندي خيارات تانية. اوكي، فعائلنا بنتج بس خيارين وبقولنا على رأيك يا تنتن يا تنتن. اوكي، بس اللي عم نكتشفه بالدوائر انه احنا عائلنا عم بيقدر ينتج ما بين 25 ل 45 خيار للهدف الواحد. 25 ل 45 خيار، ضروري نتذكر هذا الموضوع. بدنا نعطي لحالنا الوقت انه نفكر بالهدف تبعنا وعن جد نفكر بخياراته، لانه عقلنا قادر على انتاج عدد لا يحصى من الخيارات. وغير هيك في خيارات تعمل شجره لحالها، يعني خيار واحد بيعمل شجره. لو قلت بدي اعمل ماي اون بزنس، هذا الماي اون بزنس بدي اعمل افتح شغل جزئي عندي بالبيت، بدي اروح استاجر لي محله افتح بوتيك، بدي مش اتشارك انا ومش عارف فلان بمحله، في كتير بنزل منها شجره. اوكي، وبالتالي هذا من اهم الاشياء اللي مهم انه نتذكرها، قدرتنا على انتاج خيارات كتير. اوكي، كيف احنا صلنا سنتين ونص بدوائر. كل مره، هلا المره الماضيه كنا سريعين شوي عشان بس ما ياخذناش الوقت، عملنا 12 خيار بس عشان انه ما يعني ما ياخذ منه. 25 يعني انا ما فكرت اكثر.
لا هلا ما بنقدر نقول هيك، احنا ما بنحب نحبط من حالنا. اوكي هلا ممكن نبلش ب 12 15 خيار، ولا قدام بما انه فكري بالموضوع الا يكون قادر على الانتاج شوي شوي اكثر واكثر. طب اذا كان الظرف مو مساعده على فرض، كيف يعني؟ انت بتقول انه انا معي 25 45 خيار. طيب هلا الظرف اوكي كله معي، بس هلا مثلا كرامي ما رضي مثلا بالخمس خيارات، بال 25 خيار. رامي مين هو اللي صاحب الهدف؟ رامي العمل. العمل نفسه. اوكي. هلا انا بدي اصير مانجر. اوكي هلا انا بحكي بشغل بشكل عام، سواء مانجر سواء وات ايفر. بدنا ناخذ مثال لهدف عشان نطبق عليه. خلينا نقول هدفي اصير مانجر، قلنا واحدة من القصص اني افوت على المانجر تبعي واقنعه. الهدف الثاني اشوف شو في ريكوايرمنت عشان اوصل هذا البوزيشن واحققهم. اوكي الثالث اني اشوف لي شغل ثاني. الرابع ايه ممكن اشوف شو عنده اخطاء استغلها، مثلا اسفن مديري. المهم جد استغل اجازته حلوه. المهم انه احنا بنعمل بالخيارات هاي بهاي المرحله، ما اقعد اقيمهم. ما بنفع هلا اجي اقول هذا بزبط او بزبطش، بدي احط كل الخيارات قدامي، انتج كل شيء، المجنون والغير مجنون، شو ما كانت الخيارات اللي بتطلع عالي اسجلها. هلا واقعيه غير واقعيه يمكن تحقيقها مش هون، مش هلا مشكلتي، مش هلا بقعد بحسب هاي الحسبه. اوكي بالضبط. المهم اكتب برين ستورمينج هذا اسمه. هلا خلينا نقول اني انا رحت استخدمت اول اوبشن، يلا اروح اقنع مديري. فتت على مديري من هون مش كان يقتنع. اوكي ممكن اروح على الاوبشن الثاني اضرب مديري، بستناه برا الدوام، معناته ما زبطش الحكي معه، بروح بضرب. مثلا اوكي هلا برضه ضربته ما زبطت. اوكي برضه ما زبطتش. طب هات نشوف شو الريكوايرمنتس عشان بالضبط نعزمه عزيمه، ما نعمل نتوركينج، نروح هو ومديره والمديرين التانيين وبعزمهم عزومه. فهيك بنقي بصير الاوبشنز من اللي قدامي لانه عندي كتير خيارات، فبكونش الباب مسكر قدامي وما بحس حالي بالزاويه. اذا هاي ما زبطتش خلص خلصت الحياه، بكون قدامي لستة اوبشنز، هاي ما زبطتش طب حطها على جنب بختار واحدة تانية. أيوه. احنا مش قادرين يعني، بكون مثلا انا بدي بالضبط يصير الواحد يخلط بينه وبين الهدف، صح يصير يقول انه انا اللي كنت عم بشتغل مش عم بوصل له. فبكون يعني انه انا مش عم بحاول اشوف اوبشنز ثانيه. فانت ايش هون شيء كثير مهم هذا الحكي. خلينا ناخذ اللي نطلع شوي عن بيئه العمل، مش مشكله. أنا بدي أتجوز. ليه بدك تتجوز؟ بالضبط. ليه بدك؟ عشان بدي أستقر. ننتبه. عشان بدي أستقر. هل أنا بدور على الاستقرار؟ ولا أنا بدي أتجوز؟ يعني هل أنا بدي أستقر، هل الزواج هي الطريقة الوحيدة للاستقرار ولا هي إحدى الخيارات للاستقرار؟ عيدي بس بصوت عالي لكل الجهات. لما قرر يتزوج عشان يستقر، الخيار للزواج هو خيار يعني
كل شخص رح يجاوبنا شكل، وبالتالي كتير مهم فعلا انه اول اشي نعرف شو فعلا هدفنا، لانه مرات عم نخلط انه هل هدفنا الزواج ولا هدف الاستقرار، وطريق الى الاستقرار هو الزواج، ولا هدف الزواج من ضمنه اشياء مثل فوائد الزواج خلينا نسميها الاستقرار و و و و اوكي. شو بعمل؟ بروح لعند لينا. طيب نشوف نبيلة شو بتقولنا. يسعد مساك رامي، يعطيك العافية، اشتقت لكم، احنا اشتقنا لك كمان نبيلة. السؤال، اذا تأكدنا انه احنا بالمكان الغلط، مثلا اتفقنا على 3 اشهر تجربة وحسينا انه انخدعنا بالعرض اللي تقدم لنا شيء والواقع شيء تاني، وهو الخيار المتاح حاليا، هل من الصح تركه حتى نجد بديل، ولا نتسلى بالمقصقص تيجيك الطيار زي ما بقول المثل؟ نتسلى بالمقصقص. اوكي. اوكي. شو كمان؟ إذا كان شايف إنه 3 شهور ممكن ما فيهم نتيجة كبيرة بالنسبة له، ممكن يترك. لما يترك ممكن يلاقي نتيجة أحسن. أوكي. من 3 شهور اللي بده يمضيهم. رامي، أنت حكيت لها هذه الكلمة لقصة اللي كانت تسألك إنها بدها تغير شغلها، وصار لها سنين وهي بنفسها، فممكن وهي تفكر بشغل تاني تعمل الجوب اللي بدها إياه في نفس مكانها. بالضبط. تحاول انه بنفس المكان 100%. هي بيكون قرار مش ناضج يعني، انه بس فبتعطي لنفسها فرصه اكثر يعني. بالضبط. وبنفس الوقت بدور على شغل، بجوز انه سايقه انه كمان بحس كثير اسهل تلاقي شغل وانت مكان مقابلك. ايوه صح. اوكي. فهي 100% اكيد معتمده على الشخص نفسه، بس اجمالا يفضل انه انا الاقي شغل وانا بشتغل. يعني حتى النيغوشيشنز بتكون مختلفة. اوكي. بشكل عام طبعا ما بنقدر نقول انه هذا الاشي الصح الوحيد. اوكي. بس كل واحد طبعا اللي بيريحه واللي بيشوفه حسب اللي بده اياه وحسب اللي بده ينجزه. طبيعة الشغل بتتدخل بهاي الامور. دائما بنحب احنا انه نضلنا نشتغل. يعني الاشي اللي بنحب دائما نوجه حالنا عليه انه نضلنا بمحيط الشغل. في تحديات، ونتعود انه دائما يكون في تحديات، ونحاول قدر الامكان احنا بنلاقي الاوبشنز تبعتنا انه نبتعد عن الاوبشنز الهروب. اوكي. ونواجه التحديات تبعتنا لانه فيها خبره. كل تحدي وكل صعوبه فيه خبره. واحده من البوزيشنز اللي انا كنت فيها، كنت بقطر، ورحت على قطر بعد فتره انا ما كنتش بشتغل، وبقطر صاروا بدهم يرجعوا الريسورسز اللي موجودين بقطر، يرجعوهم على الأردن وبأسعار الأردن مش بأسعار قطر. أوكي. أنا قلت لهم يعني بنفعش بالنسبة لي هذا الحكي، ما بزبط معي. فكان الحل يا بتركهم. أوكي. وإني أتركهم وأرجع بدون شغل مرة تانية برضو مش عيشة، يعني مش حياة رح تكون بالنسبة لي. هلأ هذا اشي هلا بدي اقول لكم اياه ما بنعتمد عليه، بس بناخذ اشارات، الدنيا بتعطينا شويه اشارات. بنفس الوقت اجاني عرض من الاردن من زين بنفس الوقت. اوكي. قارنت بين الجهتين، انا هيك صرت، شوف انتبهوا، صرت بالحالتين راجع على الاردن، ضليتني مع القطريه هيهم راجعين على الاردن، رحت مع زين هين رجعت على الاردن، فبالحالتين انا بالاردن، فصرت اقيس التنين على الاردن، وبالتالي نقيت الخيار اللي بالنسبة لي أحسن لي، ووقتها حسب المحيط اللي كان موجود عندي نقيت زين. أوكي. فهل أترك الشغل بقطر لو ما صحت لي زين؟ بالنسبة لي كرامي ما كنت رح أعمل هذا الحكي، كنت رح أضلني موجود وبعدين أشوف إشي تاني أدور عليه، عشان أضلني بالشغل.
انا بالنسبه لي كرامي اني اكون ما بشتغل ما بقدر يعني كنفسيتي ما بقدرش الا اكون بشتغل. هلا انا زي ما بقول هذا لرامي، يعني رامي هيك بفكر، رامي هذا اللي هيك بفكر، ما عم بقول هيك لازم نفكر. اوكي، في ناس ممكن انه يعمل فيها، ما بديش اخلط وبديش اقول على تريننج او سيشن ثانيه واحكم على اي شيء. اوكي معاكي، بس بالاخر المهم انا شو بدي، بغض النظر مين حكالي ايش. انا بحضر هون تريننج، بحضر هون جلسة، بالاخر هدول بيساعدوني امسك ادوات توصلني للي انا بدي. اوكي، كتير مهم، كتير مهم، لانه في مستشارين وفي ناس بنصحونا وفي اهلنا، كل حدا له رأي، بالاخر رأيي انا المهم لاني انا المسؤول عنه وانا راح اتحمل نتائجه، فيش حدا تاني راح. انت صاحب القرار 100%. اوكي يس، بالضبط، لانه بالاخر اي شخص بده يجي يقول لي شغله. هذا طبعا في ناس هون انه مثلا رامي اترك، شو بدك في الشغل يا زلمه، اتركه شو بدك فيه. اوكي، هلا هو راح ينام يعني عادي، هو راح اتعشى ونام. اوكي، انا اللي قاعد يا ولدي علينا شو اللي سويته. اوكي، هو مش متحمل نتيجه الاشي اللي راح يقول لي اياه. اوكي، بس ممكن يكون اشي مفيد، انا ما عم نحكي انه مش مفيد اللي عم نسمع، بس بالاخر سوري بالضبط. لا، اللي بدي اعمله بدي انتبه انه هذا انا اللي بدي اتحمل نتائجه وانا قادر على اني اتحمل نتائجه. حتى رامي السبت انا بصراحه بس انا مش حاسس اني كثير مزايا، كل حدا بمشكله مش بقول لي لو ما حدا ايش بتعمل، بقول ما انا ما بقدر اكون محل لك، مية بالمية صح. يس، حاليا ليه مثلا موضوع الزواج بالاردن مقلق؟ الجهتين حاسين انه يا اخي حتى لو اخذت القرار في حدا تاني يتحمل مسؤوليته. اوكي، حتى لو انا اخذت القرار في حدا تاني يتحمل مسؤوليته، برجع عبيت اهلي عادي انا مشغول. اوكي، وهو عادي اهلي معاي بالموضوع، فانا بقدر اخذ اي قرار بدي اياه. فبالتالي لما احنا ما بنكون ماسكين قرارنا بنحس انه الاوبشنز الثانيه حدا، لما حدا تاني بيقدر يتحمل المسؤوليه عنا فيها بتصير سهله بالنسبه لنا. اما لما انا بكون مسؤول عن قراري لحالي وما في حدا الومه وما في حدا احمله المسؤوليه تبعت قراري، بدي كتير ادرس الموضوع اكتر قبل ما اخذ القرار اللي بدي اخذه، ان كان بالزواج، ان كان بالعمل، ان كان بالمال، اوكي، بالصحة. لما بنكون راكنين
كتير سهل القرار وكتير سهل الرجوع عنه. لما أنا راكن على حالي معناته في عملية دراسة جدية. أوكي؟ ولا هيك خلصين ولا هيك خلصين. بس هون احنا بنحتاج او حتى الاشخاص اللي بدنا يكون نفكر مع بعض. استشاره. اوكي بس هذا بالاخر هو اللي لازم يحمل القرار. بس مش غلط مرات انه احنا مش النصيحه. مرات الشخص اللي بيكون بنفس بنفس المرتبه هو بيقرر واقف عند القرار المصيري. مرات الفكر عنده بيكون مشوش. ما في لينا اذا بنحكي عن مناطق العمل. في بعض الاشخاص مثلا ممكن يكون راكن على اهله. فبالتالي اني استقيل من الشغل يعني زي صباح الخير. هي بيت اهلي موجود بلاش من ناحيه بلاش معطوه مصروف. اوكي غسيله اكله شربه اجاره فيش شيء من هذا فيش مش متحمل اي شيء موبايله مدفوع له اي شيء فبالتالي بستقيل يا اخي شو وراي انا. وبالتالي القرار ما اندرسش ما عنده كان الادوات انه يدرس قراره بشكل لو انت عايش ببيتك بلاش ما بدي متزوج. لو انت عايش ببيت عم تدفع اجار بتدفع تليفونات اوكي هل رح تاخذ نفس القرار؟ اوكي فكتير حلو ناس يساعدنا بحياتنا وحلو انه نكون راكنين شيء او نشوف المصادر اللي حوالينا شيء تاني. مرات فعلا بنكون بوضع كتير محرج بوضع فعلا بحاجه لمساعده وقتيها بس مش عم بحكي عن المصادر انه نساعد او حدا يساعدنا انه كيف تفكر او يرتب مرات معنا الافكار لانه مرات الشخص بيكون بالموقف التفكير بيكون نوعا ما بيكون مشوش. المهم انه ما اكونش راكن وقراري يصير سهل هذا المهم. اوكي خلينا ناخذ من هاشم بعدين نيجي لك. بدي اسالك عن موضوع بس في احيان عقلنا بيحط غير منطقية يعني منطقة العمل زي بدي اروح ابو بالمدير هذا غير منطقي اكيد انا مش راح اسويه سجله اوكي راح بس سجله اوكي بعدين لما طب هذا القرار لا 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 بصير عندي اربع خيارات وبدي اختار واحد منهم برجع على نفس المشكله نفس البدايه وانا بعرف اني راح اختار هذا القرار لان احساسي وداني على هذا القرار وهذا القرار متى يضبط شو بسوي بهاي الحاله لحظه قبل اوكي احنا عمرنا ما حطينا 20 خيار صح فما بقدر نظريا اقول ما انا اساسا عارف شو هو الخيار لانه ايش ممكن يطلع معي خيارات انا ما كنت مفكر فيها من قبل ما بنعرف فلما بقدر امسك بس الخيارات اللي غير منطقيه وامسكهم واقول ما هيك هيك رجعت هيني على محل ما انا لاني انا محل ما انا عمري ما حطيت 20 خيار بحياتي صح فالنظرية ما بتزبط هون اني بالاخر اكيد 100% رح ارجع على الخيار اللي انا كنت مفكر فيه بالاول ما بتزبط هون هلا يمكن بس مع 20 خيار ما بنعرفش اوكي بانا بس تعليق على حكي رينا اذا شفنا شخص بحاجة لمساعدة بالضبط صح 100% انا بايد ذا في يعني اي مصدر بدك تلجا له باستشاره ما في مصدر تعطيك استشاره تجربه الكل لازم يسقط تجربته الشخصيه على الموضوع يعني يروح على واحد مطلق زوجته عشان مشاكل معه انا عندي مشكله انا زوجتي امبارح قعدنا
انسى فكك. غير هيك اللي بتستشيره ممكن يكون عنده مقومات اصلا مش موجوده عندك، يعني بالعمل ممكن يقول لك يا اخي ارتاح لك شهرين. هلا هو لو ارتاح شهرين ما عنده مشكله، هو عنده مصادر، عنده دخل، عنده وضع مختلف عن وضعك. فانا برايي الاستشارات هل ممكن تشوشه كثير. هلا بالاخر بنجمع، اذا انا من جوا قوي اوكي، من هون قوي بقدر اخذ استشارات زي ما بدي. اما انا كلمه بتجيبني وكلمه بتوديني، واحد بقول لي خذ لك شهرين بروح يا والله فكره حلوه، والثاني بقول لي مجنون انت شو اللي تاخذ لك شهر؟ والله صح اللي بحكيه. وزي عادل امام كل ما يفتح قناه الكلام هذا حلو جدا، يعني على اي قناه. صح يس. ناخذ اتصال برضو، لحظه شويه نشوف. لينا، ليش اكتب خيار غير واقع من البدايه اساسا؟ برين ستورمينج بالضبط، لانه مش بمرحله تقييم زي ما قلنا. يعني حتى بنكتب الخيارات الغير واقعيه بس عشان نخلي عقلنا شغال يكتب، ما نوقفوش. اوكي، ممكن تعمل اكسكلوجن بعدين، يعني بعدين بالضبط بالمرحله القادمه بالاولويات بالضبط. نبيله بتقول حتى لو كان الايراد ربع ايرادك القديم وصاحب العمل بيماطل يستغلك اظن نبيله صرنا نحكي بشيء كتير سبيسيفيك هون، يعني ما بنقدر نحكي بحاله معينه ونعطي عليها راينا للحاله المعينه هاي، لانه هيك بنصير بنحكي بنفس اللي عم نحكيه، هيك بدنا نصير نعطي نصائح بدل ما عم نحكي أدوات تدريب حياة. داليا، هذه داليا كزن، يسعد مساكي، أهلا. أوكي طيب، إحنا هلأ حكينا عن الأوبشن، فبدنا ننقي لنا أوبشن نحكي فيه عن عوائقه. أوكي، العوائق تبعته. أوكي كيف يعني؟ لسه ما عم نختار. نقي اوبشن. صح معك حق، يو ار رايت. هلا المعايير، ثانك يو. تحبي تحكي على المعايير؟ لا بس انه انا يعني قبل ما اختار الاوبشن بدي امشي عليه. قريب مني بالضبط. هلا عشان ننقي الاوبشن اللي بدنا نختاره ونمشي فيه، الاوبشن العام، هل بزنس، هل بارت تايم جوب، ادور على شغل ثاني، ايش هو الاوبشن بدي ابلش فيه؟ فبحط المعايير، معايير الاسرع اللي انا مرتاح له اكثر، الانجح، الانجع، اتسترا اتسترا، حسب المعيار اللي انا بدي اياه. مثلا بأقرب سيشن كنا بنحكي فيها انا بس معيارين، انا لايش مرتاح والاسرع، بس هدول المعيارين اللي لقيناهم، مسكنا التنين رقمناهم وطلع بالاخر الارقام. بس بالاخر الكلاينت قالت لي كل سيبك من الارقام كلها، انا بدي هون ابلش. اوكي، وي جو وذ ذا كلاينت. بهاي الحاله انا بحط المعايير وبالاخر بطلع عليهم. ممكن رغم المعايير انقي اشي برا المعيار، بس اذا هيك انا مرتاح امسكه وامشي فيه، ما فيش صح وغلط. اوكي يس. هذا بالطريقه اللي احنا بنحكي فيها ما بزبط. ليه؟ لانه احنا الهدف تبعنا واضح، احنا عم نستشير بالخيارات. اوكي، فانا بس عم بزيد الخيارات اللي عندي من خلال الاستشارات. حلو، فانا صار عندي 45 خيار، بروح على الطاوله بحط هال 45 خيار، بحط الاولويات.
اوكي، الا يطلع معي اشي انا مرتاح له اكثر ابلش فيه. صعب بهاي الطريقة، بالطريقة التقليدية اللي ما فيش الا خيار واحد او خيارين او ما عنديش اي خيار، اللي بتحكيه صحيح 100%. بس لما يكون مفروض قدامي 12 خيار 15 خيار وعم بعمل elimination process و priorities وكذا، كتير صعب اسير مش عارف اقرر. اوكي معي؟ بالضبط، كتابة من اهم العناصر زي اناليسس فيها تكون بالضبط، عشان حتى لما اشي ما زبطش يكون قدامي اللي بعديه جاهز استخدمه. هلا بصير مش محدود ومش حافرها بصخر بعدين انت. لا مش قصة حافرها بصخر. وصلت لعشر خيارات خلص وقفت، بعدين انسر الموضوع، بعدين ادور على خيارات ثانيه. بصير طبعا 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 100%. ضد فكرة الواحد انه يضل يطوف حوالين الشغل، فكر بالراتب والرزق او كذا، هاي يعني يربط حاله بشغل، في فرص كثير بتطلع له. بالضبط. هلا وهذا اشي مهم اللي حكيته مصطفى، انه ما نخلط منطقة العمل بمنطقة المال. منطقة المال منطقة لحالها، حسابات يعني المال لحاله، احنا ما عم نحكي فلوس. الفلوس إلها منطقتها، العمل انا شو حابب اشتغل ضمن اي نطاق، ضمن اي اندستري، ضمن اي طبيعة عمل، ضمن اي ادارة، ضمن 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 ضمن، ما فيها جواها فلوس. الفلوس بمحل تاني، إلها منطقتها والشغل تبعها. أوكي، كتير مهم هذا الموضوع. طيب، حطينا المعايير، عملنا الأولويات، وعشان سهولة المثل نقينا إنه اللي بدنا نبلش فيه هو خيار إنه أشوف شو فيه requirements جوا الشغل عشان أوصل أسير مانجر، أتبع الrequirements. من الريكوايرمنتس يكون حاصل على درجة البكالوريوس، اوكي، يكون عنده شهادة إدارة مشاريع، اوكي، يكون لغته الإنجليزية مقبولة، حلو، ويخضع لامتحان داخل الشركة، اوكي. أن يكون لديه على الأقل سنتين خبرة باستعمال السيستم الفلاني اللي موجود بالشركة. أوكي، هاي أربعة requirements. حلو. الأوبستكلز. أوكي، هدول هم requirements. بنقول مثلا يا سيدي بكالوريوس معانا، بكالوريوس أوكي، بس البي ام بي ما عندي إياه، السيستم شغال عليه او الانجليزي تبعي مقبول عادي، بفوت الامتحان ما عنديش مشكلة بالانجليزي، السيستم عندي عليه خبرة سنة وشهر، اوكي، ما عندي خبرة سنتين، اوكي، فاللي ناقصني 11 شهر سيستم، اقدم الامتحان تبعهم واحصل على البي ام بي. تعالوا نبلش بالبي ام بي، ايش العوائق اللي ممكن تكون قدامي؟ تكاليف تبعته، بي ام بي، شهادة سنوات خبرة معينة عشان احصل على البي ام بي، والله عشان احصل على الشهادة، والله اوكي، هذا ما كنت بعرفه. اوكي، الوقت، اوكي، كلفة كورس وكلفة امتحان، تكلفة تبعتها يعني. امتحان نفسه، المجهود بدك امتحان مش سهل. اوكي. هل في قدرة اني استوعب هذا المادي؟ حلو. كان ما في وقت عندي. بالضبط، الوقت، فناخذ تنتين.
عندي بلاش ناخذ تنتين، نقول في عندي وقت، عندي الكلفه، عندي ايش كمان قلنا، استيعابي انه انجح فيه او ما انجح، يعني ضمن اطار مخي اللي يستوعبه. ايش كمان قلنا؟ سنوات الخبره بالمشاريع. اوكي، هدول هم الاربع عوائق اللي عندي اياه. نيجي بنقول بدنا نمسكهم عائق عائق عشان نستاجهم، نجتازهم. اوكي اوكي، هلا بنقي عائق، ما بشتغل عليهم الاربعه. اوكي، اول عائق بدي اشتغل عليه برايكم لو انتم محله، عايش تشتغلوا اوكي، وقت معك يا مع وقت، بدي اخذ اجازه عشان الكورس، تكلفتها. اوكي، بدي اعمل سيفنجز لها، اللي يكون عندي خبره مشاريع، واني استوعب الوص. وين ابلش؟ باي عائق؟ اقرب وحده الي بالماده، اكثر وحده بقدر. ايش هو اقرب وحده الي بقدر اني احصل قد اسويها؟ اقرب وحده لي ببلش فيها. اقرب وحده لي هو محمد. نرجع بنمسكهم زي ما اول عملنا للاوبشنز، نفس الشيء يعني. نعمل اولويات لها. نرجع نعيد كل شيء. اوكي، سنوات الخبره بقدرش اتحكم فيها، ببلش بالوقت والماده، وسنوات الخبره بقدرش اتحكم فيها. حلو، اوكي، وقت بدي اخذ الكورس. بس عشان اخذ الكورس معناته يعني بدي اكون جاهز للامتحان، صح؟ بس حتى لو رحت على الامتحان، ما انا مش رح اخذ الشهاده اذا ما عنديش سنوات الخبره المطلوبه. طيب اذا اخذت الكورس هلا وبعدين اجلت الامتحان لحديت سنوات خبره، ضاعت الماده. اوكي، فمعناته يمكن اول اشي بدي اروح عليه اعمل سنوات الخبره. سريع علي، ايش بالضبط؟ فهلا منطقيا، اوكي، بناء على اللي حكينا فيه نبلش بسنوات الخبره، يعني ابني افوت اعمل مشاريع عشان ابني الخبره اللي الشهاده بتطلبها. اوكي، انه اذا مطلوب مني عدد معين، اكون عامل عدد معين من المشاريع او عدد سنوات معين من المشاريع حسب هم شو طالبين، معناته ابلش ببناء خبرتي من هلا، واحط خطه العمل تبعتي بناء على اجتياز اول عائق بيصير عندي. اوكي، شوفوا السحر هلا شو عم بيصير. سويتهم كلهم، يعني وفرت الفلوس والوقت انت حليت اكثر من مشكله بنفس بالضبط. والسحر الثاني انه خلقنا وانت تحت الوانت. يا رامي مش انا اساسا بدي اصير مانجر. اوكي، واخترت اوبشنال ريكوايرمنتس. اوكي، ومن الريكوايرمنتس هاي اخترت البي ام بي. اوكي، هلا صار الوانت تبعي اني احصل على البي ام بي. بالضبط، اوكي، وعشان احصل على البي ام بي انا بحاجه لفلوس، وقت، خبره. اوكي، فانخلقت وانت جديده تحت. فبالتالي بدون ما اكون كاتب كل هذا الحكي انا تهت، ما بخلص شهادة البي ام بي وبعدين انا ليه اخذتها هاي؟ اوكي، بصير معه الزايمر بعد البي ام بي. لما نيجي لك اوبشن زي هيك انا ما كان خاطر على بالي، برضه بدي ادرس وبدي اشوف، لانه احيانا كثير يعني لما نشوف اوبشن زي هيك بنحس انه هاي الفرصه اجتنا هيك. شوفي، رح احكي لك هذا الموضوع كثير نظري رولا، يعني
ومليان سيناريوهات متعددة هذا الحكي، ما بنقدر نخترع له قانون معين كيف التعامل معه. أوكي، بس فعلا بيصير معانا. بس القصة كليتها انه بانه عندي خطة بجري التعديلات اللي انا لازمان على الخطة ضمن المجريات اللي عم بتصير بحياتي. انا لما رجعت من وهي القصة خلينا نختم فيها، لما رجعت من البحرين كنت عارف شغلة واحدة. اوكي، انا لا لايف كوتش لسه ولا اشي، راجع مخلص انا سينيور براندنج اناليست مانجر سبع اسطر التايتل. اللي قلته اني انا ما بدي اتوظف، انا بديش اتوظف، هذا بس اللي بعرفه، خلص خلصت وظيفه، شو بدي اسوي بعرفش. كان عندي ويب سايت هيك بعمل عليه شويه تجارب، قابلتني طلعنا فور كوفي ليلى قبطي، اوكي شيز ا فيري جود فريند، فطلعنا فور كوفي. رامي ما انت بتحب التدريب، ليلى رجاءا اذا ممكن انا لسه راجع بدي اروق مخي، ما تفوتيش خلاص سيبك، بكره عندي اجتماع رامي خليني احكي معهم بدهم يعملوا تي او تي، انت بتحب التريننج ده؟ ليلى رجاءا لا. ثاني يوم رفعت عليه تليفون، رامي عندك اجتماع مع الجماعه بكره الساعه 4. رحت على الاجتماع واخذت التي او تي واي بيكيم ا ترينر رولا. فبالتالي هي اول شغله فاتت بحياتي بدون ما انا مخطط لها. اوكي، فتت عجبتني القصه، وفعلا انا بحب التريننج، يعني انا من زمان كنت بعطي تريننج قبليها بين خلال الشركات كنت بعطي تريننج، فاي بيكيم ترينر. انا وجاي مره من اربد، ولو تعرفوا مع مين جاي، يعني هلا اللي صارت القصه الاسبوع الماضي كتير كتير غريبه. كنت بدرب انا ورندا عازر، اوكي، اللي هي قابلتني برؤية السبت الماضي. فاحنا وراجعين مره من تدريب باربد عم نفتح نقاشات نيغوشيشن سكيلز على بادي لانجويج، على فراسه، على اكم من شغله. فبقولها انا لايف كوتشنج، بتقول لي رامي انا وصلني ايميل في كورس بالاردن لايف كوتشنج. رندا بتقول لي هذا الحكي، قلت لها رندا اول ما نوصل بليز ابعتي لي فرودي لي الايميل. وقتها سجلت بهذا الكورس واي بيكيم اي لايف كوتش. اوكي، فهي دخلت شغله جديده حطيتها ضمن الاطار تبعي. انا وعم بعمل اللايف كوتشنج وخلصته، ليلى كانت عم تعمل دوره. الدوره هاي مين حضرها؟ بشار وداليا. اوكي، اتعرفت على بشار وداليا جوا الوركشوب تبع ليلى، وصرنا نطلع كوفيز وكذا وهيك، عبال ما بلشت انه نقول المجتمع كذا والمجتمع بنحبه يصير هيك والمجتمع بنحبه يصير هيك، في بين يدينا ايش تسوي. فقامت فاتت اوت ان اباوت على الصوره هلا. فكنت انا مدرب، اي بيكيم اي لايف كوتش بالضبط. فإحنا لما بتكون في إشي مكتوب عنا وفي إشي واضح بمسيرنا سهل نفوت عليه الأمور. إذا مش واضحة الحياة رح تاخدنا من هون وتشيلنا هون. او ممكن يقول لي انا بدي اغير اتجاهي، لانه انا كنت من خلال التريننج ومن خلال الكوتشنج كنت فايت على تطوير الافراد. حتى الستيتمنت اللي كنت حكيها عن حالي اني انا كنت بطور شركات، هلا صرت بطور افراد. يعني كنت I was into creating success for companies, now I'm creating success for individuals. هيك الستيتمنت حكيتها عن حالي، بس لما فاتت اوت انا باطع الصورة صارت الستيتمنت عن حالي تماما مختلفة، صارت I am into social and personal development. اتغير التعريف تبعي عن حالي. بس الأدوات مختلفة بالضبط. اوكي، فهيك بنتعامل مع الظروف اللي بتيجي بحياتنا والفرص اللي بتنعرض علينا، ايش نسوي فيها ضمن انا شو بدي، لاني ممكن اغير اللي بدي اياه ضمن المعطيات اللي بتجيني، بس المهم يكون في خطه مكتوبه واعدل عليها، فيش اشي محفور بالصخر.
اوكي. طيب هيك وصلنا بنكون ل او الاوبستكلز اوكي والاوبشنز تبعتها حكيناها انه كيف نحلها من خلال الريكويرمنتس تبعتها. وبالتالي انا شو بدي اسوي؟ قلنا اول شيء الخبره، بنفس الوقت بعمل سيفنجز وبشوف لي طريقه للوقت من خلال الوقت اللي بعمل فيه خبرة. فهيك بنكون عملنا 3 اوز مع بعض. رح نعيدهم مره تانية الاسبوع الجاي عشان نتاكد انهم ترسخوا، واذا ضل معنا وقت الاسبوع الجاي رح ننتقل للدبليو بمنطقه العمل. في اي سؤال، اي تعليق، استفسار؟ كتبنا وما كتبنا. صارت. طب ناخد اسئلة نشوف باخر اشي. تمام. امال بتقولنا I couldn't join today but I attended the session here, thanks for having it live so we don't miss it. اهلا اهلا امال. نورة، طب انا ليه ما بيصير معي هيك صدف حلوة تدخل على الخطط وتزبطها؟ لا اكيد في صدف كتير، بس المهم انه احنا نفتح حنينا ونشوفها نورة. اوكي طيب شكرا كتير لكم، وناخد نشاطات out and about. اليوم احنا الخميس، يوم السبت مع نادي الكتاب مع رواية المعطف اللي راح اتيسرها رولا جبر، راح تكون يوم السبت الساعة 5-6:30 من الأدب الروسي، والأدب الروسي معروف بتشعباته، ممكن يحط لنا الأدب الروسي سطر واحد نقعد نحكي عنه 3 سنين. أوكي فالنقاش راح يكون كتير حلو. في لينك على في لينك وحتى بالمجموعة بالفايلات بتقدروا تنزلوا كل الكتب اللي تناقشنا فيها واللي راح نناقشها. مسلسل كمان. مرايا. اوكي طيب جميل. طيب يوم الاحد راح نكون مع اليوم الرياضي، اللي مش لاقي وقت للرياضه، الرياضه الاسبوعيه كتير مشجعه باوت النبات لانه عباره عن ساعتين بالاسبوع من 8-10، القاعه لنا بس، عم بحضر تقريبا حوالين ما بين 25-30 شخص اوكي موزعين على العاب مختلفه، فكتير حلو اللي مش لاقي وقت، الوقت هذا كتير حلو بنقضيه مع بعض وان فن انفايرمنت وكعائله وحده. يوم الثلاثاء هذا في شو اسمه؟ لا ما فيش، معناته بنرجع ليوم الخميس مع دوائر، دائره تدريب مهارات الحياه ودائره المحادثه الانجليزي. في اشي لقدام؟ لا خليكم على الصفحه. اربعاء وجمعه ممكن يكون عندنا برامج. الاربعاء والجمعه ممكن يكون عندنا برامج. اوكي تمام، هاي برامجنا. خلي عينكم على الصفحة إن كان على البيج أو على الجروب، الكتب موجودة على سكشن الفايلز بالجروب اللي حاب ينزل الكتب. شكرا وإلى اللقاء، وبنلتقي بعد 5 دقائق بالمحادثة الإنجليزية.